قوة سوريا الديمقراطية تصل للمنطقة الصناعية بدير الزور. مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية. وجديد عالم الطب، قلم يتعرف على الأنسجة المصابة بالسرطان في 10 ثوانٍ. أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار اليوم. قالت قوات سوريا الديمقراطية إنها تمكنت من الوصول إلى منطقة صناعية على بعد أميال إلى الشرق من مدينة دير الزور في تقدم سريع ضد تنظيم داعش. وبهذا التقدم تكون قوات سوريا الديمقراطية على بعد 15 كيلومترا فقط من قوات النظام السوري وحلفائه الذين تمكنوا الأسبوع الماضي من فك حصار التنظيم على أجزاء في دير الزور على الجانب الآخر من نهر الفرات. قتل 34 مدنيا على الأقل في قصف جوي روسي استهدف عبارات كانت تقلهم نحو الضفة الشرقية لنهر الفرات قرب مدينة دير الزور في شرق سوريا وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأشار المرصد إلى أن الطائرات الروسية استهدفت أكثر من 40 عبارة مائية كانت تنقل المدنيين الفارين من الموت والقصف المكثف بالمدينة. تتسابق أطراف الصراع في سوريا نحو دير الزور لتحريرها من تنظيم داعش. النظام يقاتل باستماتة سعيا في التقدم بينما تنظيم داعش يدافع عن المدينة بصلابة. من جهة أخرى تقاتل قوات سوريا الديمقراطية مدعومة من الولايات المتحدة لتحرير الأهالي من بطش التنظيم المستمر منذ سنة 2014. أهمية دير الزور الاستراتيجية في تقرير حنان ظاهر. عروس الفرات هي ودرة الشرق متزينة بضفتي نهر الفرات الذي يقسمها إلى قسمين. تلك هي دير الزور البوابة الشرقية لسوريا والتي باتت مؤخرا تترأس عناوين الأخبار بعد أن أهملت لسنوات عديدة قبل الثورة السورية. فرغم مواردها الكثيرة إلا أنها عاشت ظروفا اقتصادية قاسية وواقعا معيشيا مترديا وعانى أهلها من الفقر والإهمال خلال فترة حكم حزب البعث. لتزيد معاناتها بعد الثورة السورية مع دخول تنظيم داعش الذي احتل أجزاء واسعة منها عام 2014. للمحافظة أهمية اقتصادية كبيرة جعلتها محط أنظار الطامعين بالاستيلاء عليها من أجل وضع أيديهم على ثرواتها ومواردها. فدير الزور تعتبر خزانا للثروات الباطنية إذ تحتوي على 40% من الثورة النفطية في سوريا، إضافة إلى وجود حقل للغاز الطبيعي الذي يبعد عن مركز المدينة حوالي 6 كيلومترات. وبحسب تقرير للشبكة السورية لحقوق الإنسان نشر في عام 2014 بعنوان سلاح النفط في سوريا، فإن عائدات هذه الحقول كانت تذهب إلى عائلة الأسد الحاكمة ولم تكن تدخل في الموازنة العامة للدولة. وقد بلغت بحسب التقرير الإحصائي للطاقة العالمية الذي تصدره شركة بريطانية قرابة 385 ألف برميل يوميا في عام 2010. وبعد اندلاع الثورة خرجت معظم الحقول النفطية عن سيطرة النظام وتنازع عليها أطراف الصراع في البلاد قبل أن يحتلها تنظيم داعش بشكل كامل في عام 2014 لتصبح بعد ذلك الممول الأضخم لعمليات التنظيم، إذ أشارت تقارير اقتصادية إلى أن التنظيم كان يربح ما لا يقل عن مليوني دولار أمريكي من بيع النفط لجهات عديدة منها النظام عن طريق وسطاء. التسابق إلى المدينة يعزى إلى أهميتها الاقتصادية إضافة إلى أسباب جيوسياسية تتعلق بكل طرف على حدة، فبالنسبة لسوريا والنظام تشكل دير الزور فرصة لتوسيع مساحة السيطرة على الأرض بشكل ينعكس على تقوية الموقف التفاوضي للنظام مع المعارضة وفرض الحل الروسي المتضمن بقاء الأسد في المرحلة الانتقالية، إضافة إلى أهميتها الاقتصادية للنظام ولحليفه الروسي الباحث عن عقود استثمار النفط والغاز السوري. أما بالنسبة لإيران فتشكل المدينة طريقا بديلا عن معبر التنف الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة وذلك لتحقيق مشروعها الاستراتيجي بوصل طهران ببيروت عبر العراق وسوريا، في حين تهدف أمريكا إلى قطع الطريق على المشروع الإيراني في دير الزور بعد النتف وخصوصا في منطقة البوكمال. تجددت الاشتباكات بشكل عنيف بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها ومقاتلي تنظيم داعش من جهة أخرى على محاور في شرق بلدة غنم العلي الواقعة على الضفة اليمنى لنهر الفرات.
وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مكثف من قبل قوات النظام على مناطق في الاشتباك، في حين نفذت مقاتلات النظام غارات مكثفة استهدفت مناطق في مدينة معدان وأماكن أخرى في الريف الشرقي للرقة. مع تقدم قوات سوريا الديمقراطية في مدينة الرقة، تفر المئات من الأسر هربا من جحيم الحرب لتواجه جحيم المخيمات التي تفتقر إلى أبسط الخدمات الإنسانية. مخيم الكرامة الذي يبعد عن مدينة الرقة حوالي 25 كيلومتر هو أحد المخيمات العشوائية التي يخدم قاطنوها أنفسهم في ظل غياب تام للمنظمات الإغاثية والإنسانية. تعيش صباح وأولادها مع عشرات الأسر في خيمة جماعية على بعد 25 كيلومترا من مدينة الرقة، بعدما تمكنت من الوصول إلى مخيم الكرامة المنشأ حديثا والمخصص للهاربين من داعش في الرقة. عناء وتعب كبيران تحملتهما صباح لتنجو بأطفالها الستة، حيث كان داعش يستهدف المدنيين الهاربين من الرقة قنصا، بالإضافة لزرعه الألغام على مخارج المدينة كافة. طلعنا من الكرامة صار القصف، قاموا منعونا نطلع على الزور، طلعنا يعني عن ما يريدون، بلش الضرب صار، قاموا يزرعون ألغام، يزرعون هزام داعش، طلعنا احنا هربنا من الكرامة، نزحنا على الزور. اليوم صار لي 6 شهور. في مكان آخر ضمن الخيمة الجماعية التي تستوعب قرابة 35 أسرة، يحمل سلمان ابنته سلمى التي أنقذها من حريق شب بمنزلهم في مدينة الرقة. وبالرغم من افتقاد هذا المخيم للعديد من الخدمات، إلا أن سلمان يجد فيه الأمان له ولأسرته المكونة من 7 أشخاص. الدنيا ليل يوم ضربوه وضربنا ولبت النهار، يوم لبت النار قمنا نتفقد بالولاد، حطيت بخيط لقف ولد طفل صغير طلعوا من النار ورت بيوتنا، وانهزمنا بالبراري وظلت بيوتنا ورت من النار، ما عاد نقدر نجرب عليها. صار لي 3 أيام وهذا ما عندي والله العظيم والله. ويعتمد هؤلاء النازحون على أنفسهم في تأمين الخدمات والحاجيات الضرورية، إذ تعيش عشرات الأسر ضمن خيام جماعية بدون رعاية صحية أو غذائية، في ظل غياب تام لدور المنظمات الإنسانية. روناك شيخي لأخبار الآن، مخيم الكرامة في ريف الرق. شن طيران الجيش العراقي غارات جوية استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في قضاء القائم في محافظة الأنبار أقصى غرب العراق بحسب بيان للجيش. وأضاف البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير مخزنين للأسلحة والعتاد ومقر تجمع لقيادات داعش ومعمل لتصنيع العبوات الناسفة، كما تم تدمير وكر لإرهابي داعش من الجنسيات الأجنبية وقتل العشرات منهم. أفادت مصادر أمنية ومحلية عن هروب عدد من قادة داعش وعائلتهم خارج قضاء الحويجة في وقت تحشد فيه القوات العراقية لتحريرها من التنظيم. وكان النائب عن محافظة كركوك خالد المفرجي قد أكد جاهزية القوات الأمنية وأنها على استعداداتها الأخيرة لبدء معركة الحويجة، وأنهم على قناعة بأن العمليات ستنطلق قبل نهاية الشهر الحالي. وحول الموضوع، قال الخبير الأمني والعسكري داود السعدي في مداخلة له مع أخبار الآن إن داعش انهار بشكل كامل منذ معركة الموصل، ما جعل معركة تحرير تل العفر أسهل بكثير من المتوقع. تنظيم داعش قد انهار بشكل كامل بعد الموصل، خاصة وأن التوقعات جاءت بعكس ما كان يتصوره البعض بما يتعلق بتحرير تل العفر. كان من المتوقع أن يستغرق التحرير حوالي شهر أو أكثر بقليل، إلا أنه لم يستغرق سوى أيام. كذلك التوقعات تشير إلى أن معركة الحويجة ربما تكون أسهل من المتوقع. اليوم أكملت القوات العراقية كافة استعداداتها، تم يعني الطائرات قامت بإلقاء منشورات على بعض مناطق الحويجة، هذا القضاء الذي يعد هو آخر معاقل تنظيم داعش. اليوم لا مفر لقيادات التنظيم في هذا المكان، إما أن يقوموا بتسليم أنفسهم أو القتل، هذا ما أشارت إليه بعض المنشورات التي ألقيت على قضاء الحويجة.
هناك معلومات تشير إلى هرب بعض القيادات وعوائلهم من الحويجة بطريقة أو أخرى لمناطق باتجاه ربما الحدود العراقية السورية، وإن تم قطع الطريق بشكل كامل من قبل القوات العراقية إلا أن البعض منهم بدأ يحاول الهرب بطريقة أو أخرى. اليوم الاستعدادات استكملت بشكل نهائي والجميع ينتظر ساعة الصفر. كان من المتوقع أن تنطلق العمليات بعد العيد مباشرة إلا أنها أجلت، ربما ستنطلق غدا أو بعد غد، خاصة وأن جميع المعلومات تشير إلى استكمال كافة الاستعدادات من قبل قوات الجيش والشرطة الاتحادية والحشد العشائري وقوات البيشمركة. قوات البيشمركة ستستلم ربما المحور الجنوبي والمحور الشمالي، قوات الشرطة الاتحادية ستكون في المحاور الأخرى، تساندها قوات العشائر. أنا أعتقد أن معركة الحويجة ستكون أسهل، خاصة وأن أغلب قيادات داعش قد هربت من هذه المدينة. هذه المدينة تركت كل هذه الفترة لأنها تتضمن، يعني هذه المدينة كانت تحوي كبار قيادات داعش إلا أنهم هربوا، وبالتالي أنا أعتقد أن المعركة ستكون أسهل في الحويجة. أهلا بكم من جديد. وزعت الولايات المتحدة على بقية أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدل لفرض حزمة ثامنة من العقوبات على كوريا الشمالية، كما أفاد دبلوماسيون. ويتوقع أن يكون هذا النص نهائيا وأن يطرح بصيغته هذه على التصويت في الجلسة التي سيعقدها المجلس بعد ظهر الاثنين بطلب من الولايات المتحدة. حذرت كوريا الشمالية من أنها ستلحق بالولايات المتحدة أكبر الألم والمعاناة في حال أصرت واشنطن على فرض عقوبات أقسى في مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ ردا على تجربتها النووية الأخيرة. وأجرت كوريا الشمالية تجربتها النووية السادسة. استخدم الحرس الثوري الإيراني كل الطرق لدعم الحوثيين في اليمن بالأسلحة والمعدات والمقاتلين، ومن أجل ذلك قام بإنشاء شركة لتصنيع السفن الصغيرة التي تنقل الحمولة المحظورة من الموانئ الإيرانية إلى السواحل اليمنية بعيدا عن الرقابة الدولية المفروضة في تلك المنطقة. خطوط التهريب استفيد منها من قبل الحوثيين في تأمين بعض المدخولات مثل الأسمدة والأدوية المزورة وبعض المعدات الزراعية وغيرها، واستفيد من طرق تهريبها أيضا لتهريب السلاح. هذه المسألة مثبتة من سابق، وبدأ تجديد العمل بها من بدايات الحرب، وكان عمليات اكتشاف متعددة بدأت من العوام 2015 وحتى عامنا هذا 2017. قامت كثير من السفن الفرنسية والأمريكية والأسترالية بالقبض على سفن شراعية تحمل أسلحة مهربة من إيران، وهذه السفن مصنوعة في إيران في مصنع أبو منصور الشهير الذي يقوم بصناعة هذا النوع من السفن الشراعية لغرض التهريب. قتل 25 شخصا وأصيب 57 آخرون بجروح في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد إثر انقلاب حافلة للنقل المشترك على طريق في باندوندو في جنوب غرب البلاد، كما أعلنت السلطات. وقال التلفزيون الحكومي نقلا عن حصيلة رسمية إن الحادث وقع على الطريق الوطنية رقم 1 وأن الجرحى إصابتهم خطيرة. ارتفعت حصيلة الزلزال المدمر الذي ضرب ليلة الخميس جنوب المكسيك وبلغت قوته 8 درجات و20 درجة إلى 90 قتيلا على الأقل بحسب ما أعلنت السلطات المكسيكية. ووقع أقوى زلزال ضرب المكسيك منذ قرن في المحيط الهادئ على بعد حوالي 100 كيلومتر قبالة مدينة تونالا على ساحل ولاية شياباس وعلى عمق نحو 70 كيلومتر بحسب المركز الأمريكي للجيولوجيا. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد حالة الطوارئ الطبيعية في فلوريدا في إجراء يتيح لهذه الولاية الجنوبية التي سيزورها قريبا جدا الاستفادة من مساعدات فيدرالية إضافية لمواجهة تداعيات الإعصار الضخم إيرما الذي بدأ باجتياحها.
تراجعت قوة الإعصار إيرما إلى درجة الثانية بعد دخوله بعد ظهر الأحد البر الأمريكي من جهة الساحل الغربي لولاية فلوريدا. وقالت هيئة الأرصاد الجوية في أحدث نشرة لها عن إيرما إن عين الإعصار المدمر تقع حاليا على بعد حوالي 10 كيلومترات شمال مدينة نيبلز الساحلية، وإن إيرما يتقدم باتجاه الشمال بسرعة 22 كيلومتر في الساعة، محذرة من أن الرياح المصاحبة للإعصار ما زالت خطيرة، كما تتوقع أيضا حدوث فيضانات خطيرة. عصفت الرياح العاتية لإعصار إيرما بالعاصمة الكوبية هافانا وسكانها البالغ عددهم نحو 2 مليون نسمة، ما تسبب بفيضانات كبيرة وانقطاع للتيار الكهربائي. وتعرضت هافانا المطلة على مضيق فلوريدا لرياح قوية بلغت أحيانا 150 كيلومتر في الساعة وفيضانات بحرية لا سابق لها، بحسب السلطات التي أوضحت أن آثار إيرما ستتواصل في العاصمة حتى الاثنين. أهلا بكم من جديد. طور علماء أمريكيون جهازا مثل القلم يستطيع التعرف على الأنسجة المصابة بالسرطان في غضون 10 ثوان، ويستطيع الجهاز بعد الفحص إخبار الطبيب بالنسيج المصاب بالسرطان. التفاصيل مع المختصة في الملف الصحي في غرفة أخبار الآن عبير عبد الله. قام علماء من جامعة تكساس بتطوير جهاز مثل القلم يمكن حمله في اليد. يساعد هذا القلم الأطباء في التعرف على الأنسجة المصابة بالسرطان خلال 10 ثواني. وقال العلماء إن الجهاز يستطيع إجراء جراحة استئصال للورم بطريقة أسرع وأكثر أمانا ودقة، ويأمل العلماء في أن يسهم ذلك في القضاء على الورم بالكامل. وأشارت نتائج الاختبارات التي نشرتها دورية علوم الطب الانتقالي إلى أن نسبة دقة التكنولوجيا المستخدمة في الجهاز بلغت 96% من الوقت. ويعمل القلم بطريقة تلامس الجزء المشتبه بإصابته بالسرطان، ثم يطلق قطرة مياه صغيرة، ثم تنتقل مواد كيميائية موجودة في الخلايا الحية إلى القطرة التي يمتصها القلم ثانيا لإجراء الفحص. ويوصل القلم بمطياف كتلة يمكنه قياس كمية هائلة من آلاف المواد الكيميائية كل ثانية، ثم ينتج بصمة كيميائية تخبر الطبيب بما إذا كان النسيج الذي يفحصه طبيعيا أم مصابا بالسرطان. ويواجه الجراحون تحديا يكمن في إيجاد حدود فاصلة بين النسيج المصاب بالسرطان والنسيج الطبيعي. والآن إلى جولة الصحافة. نبدأ جولتنا مع صحيفة اليوم السابع المصرية التي عنونت هيدروجين ون، هاتف ذكي جديد بشاشة ثلاثية الأبعاد. كشفت شركة ريد المتخصصة في صناعة الكاميرات السينمائية الراقية عن هاتف ذكي جديد من نوعه يحمل اسم هيدروجين ون، مع شاشة مميزة ثلاثية الأبعاد تم تصميمها من قبل شركة ليا الناشئة. مع صحيفة الغد الأردنية التي عنونت كندا تبيع الماريجوانا للترفيه عن مواطنيها. كشف إقليم أونتاريو الكندي عن خطط لبيع الماريجوانا لأغراض ترفيهية في متاجر تخضع لإدارة حكومية وعبر الإنترنت، ما يجعله أول إقليم يستجيب لخطوة الحكومة الاتحادية بتقنين استخدام هذا المخدر. إلى صحيفة القبس الكويتية التي عنونت هاتف أبل الجديد لن يكون آيفون 8. كشفت تسريبات نشرتها وكالة بلومبرغ أن هاتف آيفون الجديد الذي ينتظره الملايين لن يحمل الرقم 8 كما كان متوقعا، بل سيطلق عليه آيفون إكس احتفالا بمرور أول عقد على طرح هاتف أبل الذكي في الأسواق. صحيفة البيان الإماراتية عنونت ناسا تحذر من شتاء بركاني يودي بحياة الملايين. حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من حلول الشتاء البركاني الذي قد يودي بحياة ملايين الناس نتيجة ثوران بركان هائل. ويعمل الخبراء في الوقت الحاضر على إعداد خطة لتلافي ثوران بركان يلوستون وتهدئته عن طريق زيادة حجم المياه في نبع مياه دافئة بفوهة البركان من أجل تبريده.
ومع صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت مقهى للقطط في قطار باليابان. رحبت قطط أمس بركاب قطار محلي في مقاطعة جيفو اليابانية في تجربة هي الأولى من نوعها برعاية الشركة المشغلة للقطار وإحدى المنظمات المعنية بزيادة الوعي في مواجهة إعدام القطط الضالة. وجال نحو 30 قطا بحرية داخل مقهى خاص بعربة قطار أثناء سيره، واستمتع الركاب لدى تناولهم الطعام وشربهم الشاي بمداعبة القطط. أمان واستقرار يخيم على مدينة الباب في ريف حلب الشرقي بعد تحريرها من تنظيم داعش، وهذا ما دفع نادي مدينة الباب الرياضي بالتعاون مع مجلس المدينة المحلي لإطلاق دورة رياضية تحت مسمى درع المدينة، جمعت فرقا من مدينة الباب وريفها. المزيد في تقرير مراسلنا همام أبو الزين. سلسلة من النشاطات والفعاليات قام بها مجلس مدينة الباب المحلي لإعادة الحياة للمدينة بعد تحريرها من داعش، إذ أن أبرز هذه النشاطات إطلاق دورة درع المدينة لكرة القدم، شارك بها عدد من الأندية في مدينة الباب وريفها، وجمعت المباراة النهائية فريقي الباب وبزاعة بحضور جماهيري كبير. تضييق كبير شهدته الباب على الرياضيين فترة احتلال داعش، وهذا ما دفعهم لترك المدينة هربا من بطش التنظيم. أما مصطفى أحد العاملين في كوادر نادي الباب الرياضي كان قد شهد ما فعله التنظيم في هذا الملعب في العام الأول لاحتلالهم المدينة قبل نزوحه منها. المدينة بشكل عام يعني أجواء رياضية عم تشهدها يعني شيء كانت محروم منه في ظل احتلال داعش للمدينة. طبعا داعش كانت مسوية هذا الملعب كراج حجز تحط فيه السيارات، ايش في تحجزه تحطه فيه. حضور غير مسبوق لنهائي الدوري وتواجد كثيف لضباط وعناصر الشرطة الحرة، كما كان من اللافت وجود فريق من الدفاع المدني والذي برز دوره في إنقاذ العالقين تحت ركام قصف النظام وحلفائه تارة وتارة من داعش. منذ أن انطلقت فعاليات مباريات درع المدينة قمنا بتشكيل مجموعة من الدفاع المدني تتواجد في أرض الملعب من أجل تقديم أي مساعدات خدمية أو إسعافية من للاعبين الذين إذا أصيبوا إذا احتاجوا نقل مشافي أو أي ضمادات أولية. نهائي الدور انتهى بفوز فريق مدينة بزاعة على فريق مدينة الباب بعد أن شهدت المباراة ملحمة كروية وقمة بالأخلاق الرياضية، حيث توج الفريقان كل حسب مركزه في الدوري بالإضافة لتوزيع هدايا تحفيزية للفريقين. النهائي كان اليوم الحمد لله رب العالمين، الشباب كله هم كويسة وكان نادي الباب يعني خصم قوي وبستحق يوصل للنهائي ويعطيه ألف عافية إن شاء الله، بس نادي بزاعة كان الأفضل. فرقهم التنظيم لتجمعهم الرياضة من جديد متواجدين في مدرج واحد، كل منهم يشجع فريقه المفضل، فلا صوت يعلو فوق صوت حناجرهم، مؤكدين أن الفريقين وإن كانا في هذه المباراة خصوما فهم في النهاية فريق واحد. إنها الرياضة في زمن الثورة، فهؤلاء اللاعبين كانوا قد نزحوا سابقا من بطش وإرهاب من كان يحارب الرياضة والرياضيين، وعادوا اليوم ليتابعوا مشوارهم الكروي والرياضي وليحققوا أحلامهم. لأخبار الآن همام أبو الزين، مدينة الباب، ريف حلب الشرقي. نترككم مع الزميلة آية تائب وآخر أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في هاشتاغ ترند. مساء الخير. أعلنت مصر اكتشاف مقبرة فرعونية في مدينة الأقصر جنوب البلاد تعود إلى صانع مجوهرات ملكي عاش قبل أكثر من 3500 سنة خلال حكم الأسرة 18، وتقع المقبرة على الضفة الغربية لنهر النيل في مقابر النبلاء وكبار مسؤولي الحكومة، وعثر فيها على مجموعة من الحلي والأقنعة الخشبية والأواني الفخارية. اقترب موسم العودة إلى المدارس، أيام قليلة تفصل العديد من الطلبة عن العودة لمدارسهم ولروتين حياتهم اليومي المعتاد في مثل تلك الفترات، كالنوم المبكر واستذكار الدروس وغير ذلك من الأشياء التي لا يفتقدها الكثيرون، الأمر الذي جعل هاشتاغ انتهى زمن الفلة استعد للمدرسة يتحصل الترند عالميا. وكتب رواد مواقع التواصل تغريدات حزينة لتوديعهم الإجازة، وقال حساب خرابيش صباح الدوام، اللي يحبون المدرسة ومشتاقين لها أعطوني الخلطة. دخلت أيانا ويليامز من ولاية تكساس موسوعة جينيس بوك للأرقام القياسية،
وحصلت على لقب أطول أظافر يد للإناث بعدما بلغ طول أظافرها 5.7 أمتار. أيانا التي تبلغ من العمر 60 عام لم تقم بقص أظافرها منذ أكثر من 23 عام، وصرحت في إحدى مقابلاتها أنها تبقى بعيدة عن الأشغال المنزلية وخصوصا غسل الأطباق، كما أنها تستخدم الصابون المضاد للبكتيريا وأدوية تصليب الأظافر للعناية بأظافرها. انتظرونا مشاهدينا في ترند جديد وأخبار جديدة على هاشتاغ ترند. حضرت دراسة دولية حديثة من أن عينات من مياه الشرب المأخوذة من الصنبور في 12 دولة حول العالم عثر فيها على ألياف بلاستيكية مضرة، وهو ما يعني أن الناس قد يواجهون متاعب صحية عدة في المستقبل بسبب التلوث. وتوصلت الدراسة التي أجراها علماء من منظمة أورب ميديا للدراسات البيئية إلى أن 83% منها يشتمل على ألياف بلاستيكية مضرة. قبل أن أودعكم إليكم تذكير بأبرز العناوين. قوات سوريا الديمقراطية تصل للمنطقة الصناعية بدير الزور. مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن لفرض عقوبات على كوريا الشمالية. وجديد عالم الطب، قلم يتعرف على الأنسجة المصابة بالسرطان في 10 ثوان. وصلنا إلى الختام. للمزيد يمكنكم دائما مشاهدينا متابعتنا على موقعنا الإلكتروني، كما يمكنكم التواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا مشاهدة بثنا المباشر في الموقع ذاته. شكرا للمتابعة، نلتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.